بحب انا قوي بقى الضيوف اللي تدخل عليك كده بهديه جميله زي دي، وبنتكلم عن التغذيه والشوكولاته، هنفهم ازاي ده هيحصل. بس خلينا نتكلم ان احنا بجد فصل الصيف بيبقى فيه حر شديد، بيبقى فيه سوائل كتير بنفقدها وجسمنا بيبقى يعني محتاجها. طيب هنعمل ايه؟ نشرب ازاي؟ نشرب ميه ولا نشرب عصير ولا نشرب مشروبات غازيه؟ طب الناس المدمنه على نوع معين من المشروبات اللي بتتخن تعمل ايه؟ خلينا نعرف كل ده بضيفتنا العزيزه جدا دكتوره رضوى نبيل، اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الجمال. وهو ده الكلام بقى. منورانا كالعاده، بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا. وطبعا زي ما تابعتي معانا من خلال التقرير ده، احنا عايزين نركز بصفه خاصه في الفقره دي على ايوه الكلام الكلام ده. وانا عايزه نبدا ازاي؟ والله يا بنت حلال، ازاي دكتور التغذيه اللي قلت لنا يا دكتوره صحيح ان احنا ناكل ده؟ بجد انا عايزه ابدا بده لو تسمحي لي. مفيش حاجه اسمها حرمان في اي نظام. لا دي بدايه حلوه بقى. ده نمره واحد. فمثلا لو جالي حد بنوته جميله كده زيك قال لي انا بموت في الشوكولاته، هل اقدر احرمها؟ يعني ابقى انا كده حتى لو روايه هيبقى بعد كده صعب قوي يعني. بالظبط. فاحنا بنقول الشوكولات ده ليه كميه وليه توقيت. النوعيه هو سكر. اوكي. فالسكر ده ازاي اقلل الضرر بتاعه؟ ان انا اخبيه في وجبه فيها بروتين والياف، يعني تبقى بعد الوجبه مباشره. اوكي. فانا كده بقلل المؤشر الجلايسيمي بتاعه. الوجبة دي اللي هي بتاعت الفطار مثلا ما يبقاش بقى فيها عيش ابيض، ما يبقاش فيها بطاطس، ما يبقاش فيها طبعا ما ناكلش عيش ابيض في الفطار. في الوجبة دي لو هتاخدي بعديها شوكولاتة يبقى انا اكلتها الشوكولات اللي هي نفسها فيه، وفي نفس الوقت قللت الضرر بتاعه. وبقول لها دايما مقياسك هو ايدك، هتاخدي قد ايه؟ قد صباعين. قد صباعين ايه بالظبط؟ دي اللي هي عايزه تخس. كنت متاكد ان هي عايزه تخس. يعني ده الرغيف، يعني ده الرغيف ولا ده ايه؟ بالظبط. طيب بالنسبه بقى للسوائل، كنت لسه بقول لك بس الكلام خدنا في حته ثانيه، ان احنا شفنا من خلال التقرير ده فكره المشروب الطاقه وانعكاساته السلبيه على الجسم. عايزين نعرف منك عموما ايه المشروبات الامثل اللي طبعا نشربها في الصيف خصوصا مع درجات الحراره المرتفعه دي؟ وكمان في تفصيله يعني استجدت نسبيا في حياتنا في الكام سنه اللي فاتوا، فكره الايس موكا والايس كوفي والايس تي والحاجات الايس كاب والحاجات دي، الى اي درجه الكلام ده مفيد او مضر؟ شوف، هو في فرق كبير قوي ما بين مشروب طاقه ومشروب الرياضي. مشروب الطاقه ده ملوش اي علاقه بالرياضي. مشروب الطاقه اولا ممنوع منعا باتا لسن اقل من 12 سنه وكمان من 18 سنه. اوكي. ليه؟ الفكره كلها ان الاقل من 18 سنه دول المفروض ياخدوا كافيين بنسبه معينه اللي هي موجوده في ازازه واحده. فتخيل بقى هو كمان ممكن ياكل شوكليت، ممكن ياكل اي حاجه فيها كافيين زي الشاي الاخضر، شاي عادي، قهوه، ممكن ياخد ايس كوفي في اي كافيه. فانا مش ماسكاه ومش عارفه هو هيعمل ايه بقيه اليوم. فبنقول له لا، منعا باتا اقل من 18 سنه ممنوع مشروب طاقه. طيب اللي فوق عن كده بقول له خد بالك، اللي هو هيعمل الاضرار اللي احنا شفناها، هيقلل الاضطرابات النفسيه، هيزود الاضطرابات. لو هيقلل ده يبقى كويس قوي. بالظبط. عدمه بقى هيزود جدا التوتر، ممكن يعمل رعشه في العضلات، ممكن يعمل ارق. كل ده من مشروب الطاقه؟ هو الفكره في الكافيين. أوكي. الكافيين ده بليمت زياده يعني. انت لسه اخدت دلوقتي كافيين في لا ده شيء سريع كده. بالظبط. كل واحد ليه نسبه كافيين مناسبه ليه تنفع له. احنا بنتكلم في حدود من ال 200 ل 300 مللي جرام في اليوم كافيين. اوكي. القهوه التركي فيها حوالي من 70 ل 100 على حسب انت المعلقه. معلش يا دكتور، عندي سؤال. يعني هل الكافي نفسها اصل في ناس بتشرب قهوة بلاك فده ما ينفعش غير كوباية واحدة مثلا؟ أنا فاكرة إنه بيخسس. النسكافيه أو القهوة البلاك ممكن ناخد منها اتنين كوبايتين. القهوة التركي ممكن ناخد منها اتنين. أوكي. نفس الكلام الشاي أربعة. بيخسس فعلا يعني؟ مش بالدرجة يعني. أوكي. ما ينفعش نشرب شاي أخضر قد كده أوكي وفي نفس الوقت ناكل ونقول احنا هنخس. لا، ما بيعملش. يعني فكره زياده الوزن او النقصان ما بتعتمدش على المشروبات قد ما بتعتمد. بالزبط. لا، بعيدا عن القهوه والكافيين والحاجات دي، انا بكلمك عموما المبدا نفسه. عشان ازيد في الوزن او انقص في الوزن ده بيعتمد على الاكل اكتر ما بيعتمد على المشروبات يعني؟ ولا في مشروبات بتساعد مثلا على لو بتساعد الزيادة. بتساعد من 3 ل 10%. اوكي. سواء بالزياده او بالنقصان. بالظبط. اوكي. لكن الاعتماد الاساسي هو الاستمراريه. ده المفتاح بتاع اي نزول او زياده في الوزن. أوكي. وبعدين النمط الحياه
تمام. سواء بقى في الرياضة، سواء في تغذية، سواء في النوم، سواء في التوتر. طب احنا المية اخبارها ايه برضو ما اتكلمناش لسه عنها؟ المية احنا بنتكلم ان احنا نقسم وزننا على 30. يعني لك إيه عدد؟ يعني مثلا انا لو وزني 60 كيلو اقسمه على 30. يعني 30 يبقى انا عايزة 2 لتر في اليوم مية، وبحسب فيها اي مشروبات سخنة ما عدا الشاي والقهوة. ماشي. واللتر يعمل 4 كوبايات مية. طيب احنا ليه دايما بنسال عن الناس اللي عايزه تخس والناس اللي عايزه تتخن؟ الناس اللي عايزه تحافظ على وزنها لا يخسوا ولا يتخنوا يعملوا ايه برضو؟ ازاي؟ لان دي برضو صعبه. شوفي احنا يعني ليها كذا حسبه. للاسف ادق هي واحده بقى، بس واحدة بقى تمسكوا تتكلموا مع بعض وعمال انا اسلت واحده في الثانيه. كملي اسئلتك يا ست الكل. ادق حسبه حاجه اسمها اندايركت كالوريمتري، دي ما بتتعملش في اي حته. لكن احنا بنتكلم اللي انت مفروض تضربي وزنك في عدد سعرات، مثلا بنتكلم من 25 سعر ل 30 سعر، وبتشوفي هل السعرات اللي انت حسبتيها دي بتنقصك ولا مثبتالك وزنك. أوكي. لو مثبتالك وزنك انت بتمشي على الرقم ده. هي عايزه حسبه بقى، هي عايزه حسبه نبقى عايزين وعايزه كده فاضيين حد يبقى فاهم ان هو اللي بياكله ده في كل مكونات الغذاء. ده كل وجبة لازم تبقى كل مكونات الغذاء موجودة فيها؟ احنا بنقول يعني ان طبقك دايما يبقى ياريت يبقى نصه خضار وسلطة، ونص التاني بنقسمه تلت صغيرنا للنشويات والتلتين الكبار للبروتين. اوكي. سواء بقى لحوم او دواجن. او لو مشوية افضل طبعا من محمرة ولا مقلية نشوح في معلقة زيت زيتون. اوكي. اوكي. برضو فرصة طالما بنتكلم بقى على فكرة سواء السوائل او حتى التغذية بشكل عام، هل في معلومات مغلوطة؟ يعني نهاوندا انا خدت بالي من شوية كانت بتسأل حضرتك حاجة ليها علاقة بالبلاك كوفي، فقالت لك انا فاهمة ان هي بتخسس. ناس كتيرة. ونفس الكلام ده ينطبق على مشروبات واكلات تانية. في ناس فاهمة ان هي بتخسس وهي مش بالضرورة تكون بتخسس، او العكس فاهمين ان هي بتزود وهي مش بالضروره تكون بتزود. فايه المعلومات الخاطئه اللي دايما حضرتك بتكعبلي فيها كده وانت بتتكلمي مع اي حد من الليمون الصبح على كوبايه ميه ده بيخسس ولا لا؟ الليمون رائع كفيتامين سي، مضادات اكسده، لكن وميه انت بتروي جسمك تمام، لكن هو يخسس لوحده لا. الاعشاب بجميع انواعها، وهل اي حد ياخد اي عشب؟ هنتكلم مثلا الشاي الاخضر ما ينفعش مع مريض اللي بياخد ادويه سيوله. المريض اللي طالع من كوفيد اللي عمال بياخد ادويه سيوله. يعني خد بالك. مشروب الشاي الاخضر ده في حد ذاته صحي، لكن ما ينفعش ان انا اخده القرفه. ما ينفعش برده مع مريض السيوله، ما ينفعش مع مريض الضغط. في انواع برده من الاعشاب ما ينفعش لمريض عنده حصاوي في الكلى. العرقسوس ما ينفعش مع مريض الضغط. في اعشاب ممكن ناخدها لو احنا اصحاء. اوكي. لكن لو انت عندك اي مرض او في خلل في الوظائف بتاعه الاعضاء بتاعتك لا، لازم تستشير. كويس. هسالك السؤال بقى بتاع 80% من الناس اللي هم نفسهم في اجابه عليه، يعني قولي. مش عايز اعمل دايت، ما بروحش اعمل اي رياضه، وعايز ما اتخنش، عايز اخس. هي الفكره كلها ان هل في اجابه؟ احنا كلنا امنيتنا اجابه حاضره، هي لما تحضر ربنا النية موجوده. احنا بنجر رجليه كدكاتره، احنا لازم يعني ما نقولوش لا انت لازم تمشي على الدايت بالورقه والقلم. مش هيمشي. يعني خلينا متفقين ان لما انت بتعمل نظام المريض هيرتاح عليه، هيستمر عليه. وده اللي طلعت منه في اخر مؤتمر في اسكندريه. كان المؤتمر بيتكلم ان انت واحده ما بتفطريش، انا كطبيبه لو قلت لك كل يوم افطري هتسمعي كلامي قد ايه؟ اسبوع اسبوعين. صحيح. لكن بعد كده هترجعي تاني للنمط بتاعك. فانا لازم احاول اوصل لنظام الحياه بتاعك وابتدي بقى تغيير او تحسين النمط ده واحده واحده، ستيب باي ستيب. اوكي. فكره ليه الرياضه مهمه؟ هي مش بس بتزود الدوره الدمويه وبتقلل مقاومه الانسولين وبتقلل الدهون، هي بتخليكي ما ترجعيش تاني في الوزن. اوكي. فلقوا جدا ان الناس اللي بتمارس رياضه ما بترجعش في الوزن الا بعد مده طويله. لان خلينا برضو يعني صراحة للاسف احنا بنرجع في الوزن بعد الدايت في خلال 5 سنين. خمس سنين؟ في خلال 5 سنين. طب انت بترجعي خمس سنين مده كويسه. فلازم انا عشان ابقى شاطره معاكي وناجحه معاكي. انت 5 سنين؟ طب حلو 5 سنين. اتفضلي معلش.
في خلال بقى الممارسه بصراحه الحاجه اللي بتقعد مع العيان هي الحاجه اللي بتريحه. لو انا وصلت للي هو عايزه هو يعني الموضوع ستيب باي ستيب، مش ان انا مره واحده اقول لك تغيير جذري ده ما بيمشيش. تمام. طب حلو. في كتير من سيدات البيوت اللي بيدخلوا يتألقنا في المطابخ، شايفين ان من ضمن تفاصيل ان هي تبقى فرود يعني في الطبخ انها تعمل حاجات اللي هي التقيلة الدسمة المسبكة، صالح طاجن عكاوي بالمش عارف ايه، بالبرم مش عارف ايه، بالمش عارف مين. الحاجات دي لأي درجة بيبقى لها انعكاسات سلبية سواء على الكوليسترول، على نسبة الدهون في الدم؟ الناس اللي فاهمة ان ده اكل صحي، هل هو صحي فعلا ومغذي ومفيد، ولا بالعكس ده ممكن يعني ياخدنا لسكة مش لطيفة؟ خلينا نبقى متفقين ان هو لو ما عندوش امراض زي كوليسترول او ضغط هو ممكن يخلي نقول مرتين في الاسبوع الاكل اللي هو الدسم ده. بس برضو بنتكلم ان انت خد بالك من حياتك ان الدهون دي هي تبقى 10% دهون مشبعه، تبقى 10% من وجباتك في اليوم كلها. وخد بالك من حاجه، هي الفكره كلها اللي احنا دايما بنميل للدهون الغير مشبعه اللي هي في المكسرات، زيت الزيتون، الافوكادو، الدهون ده هي مش بس بتقلل الدهون الضاره، لا دي كمان بتخلينا نمتص فيتامينز كتيره جدا زي فيتامين د اللي احنا مش عارفين هو ليه بينزل في المصريين. فيتامين الف وفيتامين هي ده اللي هو التعرض للشمس ولا طب يعني هو من قله بالزبط. الشمس عندنا يعني بص بقى غريبه يعني ازاي ده حاصل. الفكره كلها ان انت لو لقيت نفسك ان انت بتتعرض ربع ساعه لمده 3 ايام 4 ايام ده بتلاقيه نادرا في المصريين اللي بيعرضوا جسمهم وبشرتهم لمدة ربع ساعة في اليوم ده، كل واحدة حاطة سان سكرين أو واقي شمس، كل واحد يا دوبك بينزل من العربية على طول على المكتب. ما هو حر قوي برضه داخلين على أيام ده احنا هنتسلق مش بس هنتعرض. والمشكلة كمان اللي هو بيقول لك اتعرض من الساعة كام؟ في أوقات معينة مفيدة وأوقات مضرة. أحسن وقت الساعة 12 الظهر. عندنا شغل فعلا. عندنا شغل هنعمل ايه؟ للأسف. احسن وقت 12 الظهر. انا كنت فاكر العكس ان 12 الظهر ده بيبقى ذروه الانعكاس. لا 3 و2 صح 3 و2 ده اشد. لا 12 الظهر ده احسن وقت الجو لان بعد كده مضر اصلا. وقت مفيد يعني وقت المفيد ده احسن امتصاص، اعلى امتصاص. اوكي. وخد بالك ان انت بشرتك كل ما تكون اسمر كل ما احتاج ان انت تقف اكتر. ده مش فاهم يعني ايه؟ يعني كل ما يبقى مشرتنا غامقه انا اسمر اهو اعمل ايه انا تقف بقى؟ اكتر تقف اكتر في ساعه ونص ساعه بعد الشغل فعلا بالظبط. لان احنا جسمنا بيفرز ماده اسمها الميلانين. الميلانين دي اللي بتسمرنا بتقلل امتصاص الايه الاشعه الفوق البنفسجيه. دي برضو معلومه جديده. وما ينفعش يبقى فيه ازاز، ما ينفعش يبقى فيه ميه، ما ينفعش طبعا كريمات، كل الحاجات دي تقلل. تقصدي اتعرض للشمس اللي هو فعلا اتمشى اقف في الشمس ولا مثلا برضو اكيد مش هاخد تان ولا ايه؟ انا مش فاهماها قوي بصراحه. التعرض بس من حيث يعني ما انا مش فاهماها قوي يعني الوش مثلا بس ولا لازم الجسم كله حد يقعد في البلكونه؟ التجاعيد بلاش وش. خلينا ايدينا تمام ان انت تشمري لحد كوعك لمده ربع ساعه. تيجي انت فاتحه الشباك عندك في العربيه وطالعه بالدراعين واظبطي نفسك وسيبي الدركسيون واظبطي نفسك وكله هيبقى زي الفل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي في ناس يعني بتتكلم عنها وبرضو مش عارفين الى اي درجه الكلام ده صحيح. الناس اللي حابه ان هي تزود وزنها، هل في فيتامينز او مالتي فيتامينز بتساعد على زياده الوزن، ولا زياده الوزن ما بيجيش غير من خلال مكملات غذائيه وبروتين تحديدا؟ فيتامين د مثلا ده مهم جدا اللي هو يبقى في النسبه العاديه بتاعته. الحديد، الزنك لان نقص الزنك بيقلل جدا الشهيه. اوكي. فيتامين ب، وبندي دايما فيتامين ب كل فيتامين ب. فيتامين ب ده فيه لحد دلوقتي 8 انواع برضو بالمناسبه. هو الصح ان احنا ناخد مالتي فيتامين فيه كل حاجه، ولا الصح ان احنا ناخد فيتامين؟ ده سؤال حلو. على حسب نوع المعدن ونوع الفيتامين. يعني فيتامين سي مع الحديد ناخد دايما ليمون مع قرص الحديد. أوكي. او مع اللحمه. وبلاش اللحمه يعني بتمتص من غير ليمون من غير اي حاجه. بنتكلم على الحديد اللي في الفول اللي في العدس. فانت ليه بتعصري ليمونه؟ بالظبط. ليه بتعصري ليمونه؟ لان الحديد اللي في موجود في المصادر النباتيه محتاج فيتامين سي يساعده عشان يمتص. لكن الحديد اللي موجود في المنتجات او المصادر الحيوانيه هو هيدخل وهيمتص لوحده، واخد بالك؟ العكس بقى فيتامين د، فيتامين د وفيتامين ا و ه وكاف يحب الدهون.
فاخده مع الاكل. الكالسيوم يحب الفيتامين دي. كالسيوم وفيتامين دي دايما. معنى كلام حضرتك ده ان الاصح او الاظبط ان احنا ناخد كل فيتامين لحاله مش ناخده في صوره مالتي فيتامين، صح كده؟ طالما كل فيتامين ليه بيحب حاجات معينه. شنطه معين. ادويه بعد كده هرجع اقول لك ده كنا بنشوفها جدتنا وجدنا دي هي دي. ده في حاله اللي انت ما بتاخدوش من الاكل. ما انت ممكن انا ارجع بيك يعني اخد ال 24 ساعه انت بتاكل فيها ايه؟ الاقيك ان انت بتاخد فيتامين سي بس ما بتاخدش حديد. فابتدي اقول لك لا احنا هناكل كذا وكذا وكذا وهناخد مكمل غذائي عشان برضو يساعد معانا. لان احنا برضو بنقول عليه مكمل. طبعا. مهما كان فيه من حديد كميتها محدوده. لازم اخدها من الاكل. والسيدات غير الرجال. لا ده الموضوع كبير بقى ويلخبط والله. احنا نقعد قعده ثانيه. احنا نقعد قعده ثانيه طبعا. بقالك فتره ما جيتيش معانا، جيتي معانا من شهور زمان قوي صح؟ كنت جايبه لنا برده هديه انا فاكره. مكسره. كاجو صح؟ ايوه صح كده. انا ما بنساش الهدايا. لا بس عايزين نختم بجد بنصيحه بس للرجال والسيدات بقى، يعني مش هنميز هنا. ليه فكره هنا ان انا اعمل ايه علشان ما يحصليش نقص في الميه في الجسم، ما يحصليش نقص في اي فيتامين، احس بهبوط لان السيف طبيعه الحال. صح. حتى واحنا في التكييف اوقات بنحس ان احنا ما عندناش طاقه نعمل اي حاجه. فنص هنقفل بيه او هنختم بالنصائح. حاجه سهله قوي، كوبايتين ميه على الريق. كوبايتين ميه على الريق ساقعين مش دافيين والكلام ده. ساقعين افضل عشان ياخدوا منك طاقه عشان تدفيهم. اوكي. وكوبايتين ميه مع كل اذان، يبقى احنا كده خدنا 10 كوبايات ميه في اليوم. حلو الجدوله دي. لو انت وزنك بالظبط، لو انت وزنك اعلى هتاخد كمان نص كوبايه ميه مع كل وقت. الميه مهمه جدا. في اي حاجه ثانيه مثلا لازم انت تاخد او تاخد بالك انت بتاكل ايه وما بتاكلش ايه، عشان انت هتبقى رايح للطبيب او انت طبيب نفسك بتبقى عارف ان انا ما باخدش فيتامين دي عشان ما ببقاش في الشمس. انا ما بشربش البان، ودي بلاقيها في معظم العيانين. ما بياخدوش ولا جبنه ولا زبادي ولا لبن. طبعا اللبن ده بقى خلاص حاجه نسيناها. ما بناخدش مكسرات يوم او يوم لا. مكسرات يوم او يوم لا. تمام. تدينا الزنك وتدينا فيتامين اي. فلازم انا الاحظ انا بعمل ايه. حلو قوي. جميل. صحيح. استفدنا كالعاده من وجود حضرتك معانا، نورتينا وميرسي مره ثانيه على الحاجات الحلوه. شكرا. وان شاء الله نرجع نلتقي بيكي مره ثانيه على خير. ان شاء الله تكوني معانا قريب بجد يا دكتور. ان شاء الله تاني نستفيد وننبسط وانت معانا بجد. ربنا يخليك. فاصل سريع وهنروح بقى لاخر فقره معانا والسوشيال ميديا. السؤال اللي كنا سالنا حضراتكم عليه هنشوف دلوقتي مين اجابته صحيحه. وزي ما انا قلت انا وكريم ان شاء الله هنحاول نعمل كل اخر الشهر يعني زي كده جوائز هنناقش فيها لسه يعني الدنيا في الاداره عندنا وكده، بس نحاول نعمل جوائز ولو رمزيه خاصه بالاهلي ليه اجاباتهم اكتر بتكون سليمه. فاصل ونرجع نكمل.